من جديد، أكدت وزارة الدفاع التركية أنه لا حاجة إلى استئناف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا بعد انتهاء الهدنة. وأوضحت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد أنجز. كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي بأن أنقرة تبلغت من واشنطن اكتمال الانسحاب الكردي خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في إسطنبول عدنان جان. عدنان، إذن وزارة الدفاع التركية تؤكد أن لا حاجة لاستئناف العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد وأنها تبلغت انسحابهم من المناطق الحدودية. من أي مناطق بالتحديد انسحب المقاتلون الأكراد؟ طبعا بحسب الاتفاق التركي الأمريكي، المقاتلون الأكراد انسحبوا من مدينتي طل أبيض ورأس العين والقرى والبلدات التابعة لهاتين المدينتين. وكان هناك تعهد وتأكيد خطي من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تقدم به إلى نظيره التركي مولود تشاوشولو، وأكد فيه انسحاب المسلحين الأكراد من المناطق التي تم الاتفاق عليها. وبالتالي الآن الجيش التركي بات يسيطر بشكل كامل على مدينتي تل أبيض ورأس العين والقرى والبلدات التابعة لهاتين المدينتين، وقد بدأت صباح اليوم عمليات التمشيط وتدمير الأنفاق داخل هاتين المدينتين وأيضا في القرى التابعة لهما. أيضا المهلة التي تم الاتفاق عليها بين تركيا وروسيا أيضا دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من ساعتين. فيما يتعلق بالمناطق التي تتضمن عين العرب كوباني وأيضا منبج وتل رفعت، الاتفاق التركي الروسي دخل حيز التنفيذ وسوف يستمر نادي لمدة 5 أيام، بموجبها أيضا سوف ينسحب المقاتلون الأكراد من هذه المناطق وسوف يكون هناك دوريات روسية تركية مشتركة على عمق 10 كيلومتر باستثناء مدينة القامشلي التي يتواجد فيها قوات نظام الأسد. لكن تواجد قوات نظام الأسد واستثناء هذه المدينة من الاتفاق التركي الروسي لا يعني بقاء المقاتلين الأكراد بداخلها، بل أيضا سوف ينسحبون إلى عمق 30 كيلومترا. لكن تم استثناء هذه المدينة بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي خشية وقوع أي صدام مسلح بين الجيش التركي من جهة وقوات النظام السوري من جهة أخرى. وبالتالي الآن نحن بانتظار أيضا انتهاء هذه المهلة الممتدة لمدة 5 أيام، وبعدها سوف يكون هناك أيضا منطقة آمنة على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا بطول 464 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا، وسوف تبدأ تركيا عمليا تهيئة هذه المنطقة من أجل عودة طوعية للاجئين. نادين، جزيل الشكر لك مراسلنا في إسطنبول عدنان جان.